حارس مرمى استخدم السحر في مرماه، لحظات غش لا تصدق في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. عالم كرة القدم مليء بالمواقف المميزة والمواقف الجميلة، ولكن هناك مواقف يقوم بها اللاعبون بالغش، وذلك لينتصر فريقهم في المباراة كيفما كان. لذا في هذا الفيديو سنشاهد لحظات غش لا تصدق في عالم كرة القدم. لنبدأ. هنا هذا الحارس كان ذكيا للغاية بأن قام بكتابة أسماء اللاعبين على هذه الزجاجة والزوايا المفضلة للتسديد، وأثناء الركلات الترجيحية تمكن من تصدي هذه الكرات من اللاعبين بشكل مميز. تابعوا. نيمار هنا يحاول تحريك الصابون من على الأرض، فأتى الحكم وأعطاه الكرت الأصفر على هذا الفعل، لأن الخط الذي رسمه الحكم لا يجب أن يتخطاه أحد. تصل الكرة بهذا الشكل إلى تيري هنري ليقوم بترويضها بيده، ثم يمررها إلى زميله فيضعها بهذا الشكل في الشباك. هنا في هذا الهجوم لفريق لاس بالماس تابعوا كيف قام سيرخيو بوسكيتس بضرب هذه الكرة الثانية المتواجدة في أرضية الملعب حتى يقوم الحكم بإيقاف المباراة. ركلة حرة ثابتة نفذتها هؤلاء اللاعبات بطريقة استثنائية، فتابعوا هذا الذكاء وكيف قاموا بغدر حارسة المرمى. يتقدم لاعب مانشستر يونايتد ويقوم بدفع ديفيد لويز، لكن الأخير يمثل أنه أصيب إصابة قوية، ليقوم الحكم بهذا الشكل بإعطاء لاعب مانشستر يونايتد البطاقة الحمراء. من كرة الركنية قام هذا اللاعب بتسديد الكرة برأسه لتدخل إلى الشباك، ولكن من الخارج، ويبدو أن هناك ثقبا أدى إلى دخول الكرة كما ترون. هنا يقوم لاعب باريس سان جيرمان بضرب الكرة برأسه لتصل إلى مبابي فيضعها بيده داخل الشباك، لكن الحكم يكتشف الأمر ويعطيه البطاقة الصفراء. هنا ديفيد لويز يقوم بمسح الصابون لتغيير مكان وضع الكرة على الأرض لينفذ زلتان هذه الركلة الحرة الثابتة. هنا أحدهم يقوم بتخريب أرضية منطقة الجزاء، وبهذا الشكل لم يتمكن لاعب غرناطة من وضع الكرة إذ أنها اتجهت إلى أعلى. بينما يشير هذا اللاعب لزملائه تابعوا كيف قام لاعب الخصم بالضرب به والسقوط أرضا، وأخذ يمثل أنه ضرب. هنا تمكن الحارس من إخراج الكرة وسقط المدافع خلفه لتصل الكرة إلى لاعب الخصم فيسددها، فيقوم هذا المدافع بتصديها بيده كما تشاهدون. يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف قام كريستيانو رونالدو بالسقوط بهذا الشكل الغريب ولم يلمسه أي أحد، ليتحصل على ركلة جزاء وبالفعل يضعها هدفا في الشباك. يتقدم رحيم ستيرلينج بالكرة، فتابعوا كيف سقط أرضا ولم يمسه أحد، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ضد فريق شختار دونيسك، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف تم تنفيذها وتسجيلها هدفا. لاعب كريستال بالاس هنا كاد أن يعرقل لاعب ليفربول، لكنه صحب قدمه وقام الأخير بالسقوط أرضا ليمثل أنه ضرب ويتحصل على ركلة جزاء ويسجلها هدفا في المرمى.
هنا الجماهير تقوم بإضاءة الليزر على وجه واين روني حتى يتشتت ولا يتمكن من تسجيل ركلة الجزاء، وبالفعل هذا ما حدث. هنا لاعب ليستر سيتي ضاق ذرعا بوقوف أليكسيس سانشيز أمامه عند تنفيذ رمية التماس، فقام بهذا الشكل بضرب الكرة به، وأخذ سانشيز يمثل أنه ضرب في الوجه. تابعوا لاعب أتلتيكو مدريد كيف قام بضرب لاعب الخصم وأسقطه أرضا بهذا الشكل، وبعد ذلك دخل اللاعبون بمناوشات كلامية. هذا اللاعب كان خبيثا جدا، تابعوا كيف أمسك يد خصمه وضرب نفسه ليتحصل على خطأ. يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف قام لويس سواريز بالدفاع عن المرمى وتصدي الكرة بيده، وتم طرده إثر ذلك، وتحصل لاعب الخصم على ركلة جزاء، وعند تنفيذها ضاعت وتمكنت الأوروغواي من الصعود للدور المقبل من كأس العالم. يقف الحكم لإعطاء هذا الحارس الكرت الأصفر، وكان يمسكه ليوقفه بهذا الشكل، لكن الأخير سقط ويمثل أن الحكم قام بضربه. هنا تم إعادة ركلة الجزاء 3 مرات، وذلك بسبب تقدم حارس المرمى عن الخط بشكل مبالغ فيه ويتصدى الكرة، وفي المرة الأولى تصداها، والثانية أيضا قام بتصديها، لكن الثالثة لم يتمكن من تصديها. هذا الحارس قام بفعل غريب ليقوم بإضاءة الوقت، إذ أنه تقدم وعرقل نفسه بقدمه وسقط أرضا بهذه الطريقة. تقدم هذا اللاعب وقام بخطف الكرة من أمام حارس المرمى ليسددها زاحفة أرضية فترتطم بالقائم وترجع إلى زميله الذي سددها، لترتطم بحكم الساحة وتخرج الكرة بهذا الشكل من الملعب. تابعوا هذا الحارس الخبيث والذي قام بإضاعة الوقت عن طريق فك رباط حذائه، وطلب من أحد زملائه أن يقوم بربط رباط الحذاء، وذلك لأن القفازات تعيقها عن ذلك، وبالفعل تمكن من إضاعة بعض الوقت لصالح فريقه. تابعوا هنا كيف سقط لاعب باريس سان جيرمان أرضا، فأخذ الحارس يطمئن عليه، ولكن لاعبي باريس سان جيرمان لم يتوقفوا عن اللعب وقاموا بتسجيل هدف في الشباك، مستغلين حارس المرمى الذي كان يتحدث مع ماتويدي. تابعوا في هذه المباراة بين برشلونة وإسبانيول كيف وصلت الكرة بهذا الشكل إلى ميسي، والذي وضع الكرة بيده في الشباك، والحكم احتسب هذا الهدف وظن أن ميسي قد وضعه برأسه بدلا من يده. تابعوا هذا اللاعب والذي يقوم بتشتيت حارس المرمى، وبعد ذلك وقف مكانه بهذا الشكل، ثم قام لاعب الخصم بتسديد هذه الركلة الحرة الثابتة ليضعها في الزاوية 90 على يسار حارس المرمى. هنا تم تعريض الكرة لتصل إلى كريستيانو رونالدو الذي لم يستطع الوصول إليها جيدا، ليقوم بوضعها بيده داخل الشباك. تابعوا لاعب فولهام وكيف يقوم بمحاولة نزع القفازات الخاصة بحارس تشيلسي بهذا الشكل. هذا اللاعب كان ذكيا بما فيه الكفاية ليسقط أرضا بهذا الشكل ليشتت ذهن حارس المرمى، ووقف مرة واحدة وقام بضرب ركلة الجزاء وأحرزها هدفا كما ترون. هنا اللاعب وولكر يقوم بإضاعة الوقت بهذا الشكل مع جامع الكرات، ويقوم بإبعاد الكرة عنه كلما أعطيت له كما تشاهدون. تقدم هذا الحارس وقام بضرب لاعب الخصم وأسقطه أرضا وسقط هو على الأرض، وأخذ يمثل أنه أصيب، وهنا الحكم يترصد له وينتظر وقوفه ليعطائه البطاقة الحمراء.
إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.